يقول: هل هذه القاعدة صحيحة أن كل اسم لله يتضمن صفة، وأنه ليس كل صفة تستلزم اسما؟ لا، ما يؤخذ من الصفة اسم، إنما العكس يؤخذ من الاسم الصفة. أفعال الله ما كلها يؤخذ منها اسم، مثل: ويمكرون ويمكر الله، هذا فعل، صفة فعل، هل تأخذ منها الله الماكر؟ سخر الله منهم، تأخذ من هذا من أسماء الله الساخر؟ لا، الأسماء الأفعال لا يؤخذ منها أسماء، مثل: كتب الله، تأخذ أن من أسماء الله الكاتب؟ ما يؤخذ هذا. نعم.